بشراكة مع منظمة أوكسفام وبتنسيق مع تكتل جمعيات طنجة الكبرى، نظمت ترانسبارنسي المغرب لقاء حول موضوع الوصول إلى المعلومة وشفافية التدبير الضريبي بالمغرب. تدخلنا كخبراء في الميدان حاولنا ألا ندخل قضية تناول النظام الجبائي من خلال تقني أو فني معقد، ولكن من خلال دراسة والتفكيك مكونات هذا النظام ودراسة مناطق المخاطر. مجموعة ديال القوانين في المسائل التشريعية كتغيب مفهوم ديال العدالة الجبائية واللي كينص عليها الدستور في المادة 39 ديالو، بحيث ان كتنص على ان جميع المواطنين هم سواسية، يعني في تحمل تكاليف العمومية. ان المسألة ديال الضريبة هي مسألة في الجوهر مسألة العلاقة ما بين المواطن والدولة، وفي هذه العلاقة اللي هي أساسية كتطرح المسألة ديال الثقة ديال الشفافية ديال المشروعية ديال الضريبة. وحاولنا هذا الانطلاق هذا حاولنا نضبطوا شنو هما الأماكن اللي كنسميوها ديال المخاطر، شنو هي المسائل اللي كتطلب مجهود من طرف الإدارة، من طرف الدولة، من طرف المجتمع المدني. اللقاء يندرج في إطار توضيح النص الضريبي المغربي والمصادر الضريبية لتصبح في متناول المواطن، وإحداث نظام خاص لتناول شكايات المواطن في مسألة ضريبية من أجل فهم أوضح لإشكاليات الضرائب ومدى نجاعة سياسة تدبيرها.